بسم الله الرحمن الرحيم. يعني في البداية السيد محمد أمين الحوت جي ال سي السادة الحضور بالكامل، بستأذنكم الأول إن أنا مش عايز أتكلم في موضوع مؤتمرنا دلوقتي، عايز أتكلم في حاجة يجب إن احنا كلنا نحط الضوء عليها ونسلط الضوء عليها، لأن حاجة يعني أسعدتنا جميعا كعرب، حاجة شرفتنا كلنا كأمة عربية. بستأذنكم إن احنا الأول نقدم التهنئة. تهنئة الحقيقة من القلب وتحية واجبة للمنتخب المغربي، المنتخب العربي الشقيق. اللي شرف الحقيقة كل العرب. وقدم مستويات رائعة جدا جدا وحقق إنجاز تاريخي في كأس العالم. وأثبت حاجة مهمة، مش بس المهم النجاحات في الفوز، لكن قبل الفوز ده كان فيه إيه وبعد الفوز ده فيه إيه. أثبت إن الكرة العربية بالتخطيط الجيد، الكرة العربية والانضباط بالانضباط والالتزام والاحترافية في العمل والروح العالية والثقة في النفس، تقدر تصل يعني تصل وتنافس أعلى المستويات العالمية. مبروك تاني وتالت لكل الجماهير المغربية الشقيقة، مبروك لكل المسؤولين في الحكومة المغربية بصفة عامة والمسؤولين عن الرياضة والمنظومة الكروية بصفة خاصة. طبعا كل أمنياتنا بالتوفيق بإذن الله، بإذن الله في اللي جاي إن شاء الله كمان، مع أنهم يعني وصلوا مرحلة الحقيقة يعني زي ما ابتديت كلامي مرحلة تسعدنا وتشرفنا جميعا كأمة عربية. كمان عايز أهنئ دولة قطر، دولة قطر الشقيقة اللي أبهرت العالم كله في تنظيم البطولة. الحقيقة قطر قدمت مستويات رائعة في كل حاجة، كل حاجة معمول حسابها من أول ما تحط رجلك في الطيارة وانت رايح لقطر لغاية ما ترجع، كل حاجة معمول حسابها بشكل مبهر الحقيقة. ويمكن ده بيخلينا أقول بكل وضوح إن قطر صعبت المهمة على أي دولة هتنظم كأس العالم بعد كده. اللي حصل الفترة الأخيرة دي في قطر هيصعب المهمة، اللي قدمته قطر للعالم كله هيصعب المهمة على أي حد ممكن ينظم، أي دولة ممكن تنظم كأس العالم. لازم تدرس اللي حصل في قطر وإزاي تدرسه عشان إزاي إن هي كمان تعمل زيه. الحقيقة قطر من خلال كأس العالم قدمت صورة مبهرة عن دولة قطر للعالم كله، العالم كله بيتفرج على قطر دلوقتي. هنا عايز أهنئ كل المسؤولين في قطر على رأسهم صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر والحكومة القطرية، اللي قدروا من خلال حدث رياضي عالمي يقدموا قطر للعالم بصورة غير تقليدية، بصورة يعني الحقيقة تشرف الأمة العربية كلها. بأن كمان الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم على مجهوده اللي أنا لمسته عن قرب الحقيقة، الراجل ده ما كانش بينام لغاية ما الدنيا توصل دي المرحلة اللي احنا شايفينها دلوقتي. الحقيقة أنا سعيد جدا بقطر ومن المغرب، وأعتقد أن كلنا سعداء بيها جدا. الناس الحقيقة قدموا حاجة فعلا تشرف الكرة العربية، وأثبتوا كمان على أرض الواقع مش بالكلام، أثبتوا على أرض الواقع أن الدول العربية قادرة على إثبات وجودها في أي وقت، وقادرة على منافسة فنيا وتنظيميا، وقادرة أيضا على أنها تقدم الأفضل. والحقيقة قطر شرفتنا وقدمت مش بس الأفضل، الأفضل والأروع والمبهر للعالم كله. في النهاية عايز أقول حاجة مهمة، أتمنى بقى الإنجاز اللي حصل ده من دولتين شقيقين المغرب وقطر يكون او يعني يكون دافع للأمة العربية كلها
احنا كمان بقى كان المفروض ان احنا نعيد حساباتنا الحقيقه في امور كثيره خاصه بالمنظومه الرياضيه، لان مصر كبيره جدا، مصر ام الدنيا، مصر تستحق مكانة رياضية أفضل بكتير جدا، خاصة إن الدولة بقيادة السيد الرئيس الحقيقة بتدعم بتساند ما بتتأخرش وما تستنى، يعني مش يعني متأخرش على أي أمر ممكن يطور الأداء في كل المجالات. كمان عايز أقول إن مصر هي أول دولة أفريقية، أول دولة عربية تصل لكأس العالم كان سنة 34. بس احنا مش عايزين نعيش على التاريخ، احنا محتاجين نشتغل بجد كويس ونعيش الواقع اللي احنا عايشين فيه دلوقتي. بقى اقدر اتكلم عن المؤتمر بتاعنا، فمرة تانية برجع لمؤتمرنا النهاردة، برحب بيكم في النادي الاهلي، برحب بالاستاذ محمد امين الوحوت المدير التنفيذي شركة جي ال سي، برحب بالإخوة الإعلاميين والمصورين. النهاردة احنا الحمد لله بننتهي عن الحقيقة من الخطوة الثالثة في ملف الرعاية أو حقوق الرعاية للنادي الأهلي. ملف الرعاية ده واحد من أهم الملفات الرئيسية يعني بالنسبة لنا. كنا بدأنا الخطوة الأولى مع شركة اتصالات مصر، ثم بنك أبو ظبي الأول مصر، والنهاردة بنتعاقد مع شركة جي ال سي الشركة الألمانية اللبنانية للدهانات، وإحنا سعداء بالتعاون والشراكة معها. على فكرة دي مش أول مرة نتعاون مع شركة جي ال سي، احنا تعاوننا قبل كده والحمد لله التعاون ده كان يعني مثمر، وكان لينا نجاحات قبل كده مع بعض، والتجارب الناجحة دايما كانت دافع لينا ان احنا نكرر التعاون ونكرر المجربة، دافع لينا وليهم، وان شاء الله تكون شراكة مثمرة تحقق مصلحة الطرفين بإذن الله، سواء النادي الأهلي أو شركة جي ال سي. الحقيقة الخطوات اللي تمت في ملف الرعاية لحد دلوقتي خطوات جيدة جدا الحمد لله، وبإذن الله بإذن الله يعني هنشتغل أكتر علشان نوصل للي احنا عاوزينه في من عائدات الرعاية وعائدات أخرى. هنوصل بإذن الله علشان علينا مسؤوليات كبيرة، وزي ما حضراتكم عارفين النادي الأهلي دلوقتي بسم الله ما شاء الله، يعني النادي الأهلي 4 أندية، أهلي الجزيرة، أهلي مدينة نصر، أهلي الشيخ زايد، أهلي التجمع. الحمد لله رب العالمين. ده بالنسبة للناحية الإنشائية والناحية الخدمية، لكن كمان الناحية الرياضية بقى النادي الأهلي عنده 19 لعبة رياضية جماعية وفردية رجال وسيدات من سن 5 سنين لغاية الرجال والسيدات يعني، وفي مختلف طبعا الأعمار. المهم بالنسبة لنا احنا كمجلس إدارة ان احنا ازاي نحقق طموح جماهيرنا واعضائنا او اعضاء الجمعيه العموميه سواء على المستوى الرياضي او الانشائي او الخدمي، ويفضل الاهلي دايما باذن الله باذن الله يكون الاهلي دايما في المقدمه ان شاء الله. مره تانية عاوز ااكد ان الشراكه مع شركه جي ال سي من الشراكات المهمه، وهي شركه كبيره متميزه وليها اسمها ومحققه نجاحات، ودايما بتحاول تعزز مكانتها في السوق، ودي سمة الكيانات الكبيرة، علشان كده هتكون الشراكة معهم بإذن الله مثمرة لينا وليهم بإذن الله، لأن الارتباط باسم النادي الأهلي هو أقوى وأسرع وسيلة للوصول لمحطات النجاح داخل الأسواق المصرية والعربية والأفريقية، لما يحملوا اسم الأهلي من تاريخ كبير ومن شعبية الحمد لله جريفة يعني. والحمد لله كل الأرقام والإحصائيات على مدار التاريخ بتؤكد ده وبتقول الكلام ده، وهنا لازم نأكد على تقديرنا واعتزازنا بجماهيرنا اللي ليها دور كبير جدا معانا، انا بعتبرهم شريك. الجماهير اذا كان النادي الاهلي نجاحات بعد طبعا توفيق الله سبحانه وتعالى، جماهير النادي الاهلي بدعمها المستمر ليها دور كبير جدا في وصول النادي الاهلي النهارده ان يكون يعني الحمد لله رب العالمين الرعاه كلها بتتهافت عليه لتاريخ الاهلي بعد فضل الله سبحانه وتعالى، تاريخ الاهلي وجماهير النادي الاهلي. كمان عايز اقول ان احنا عايزين يعني اتكلم في النهايه بس يعني او في الختام، يعني مش عايز انسى طبعا شركه دور الشركه المتحده للتسويق الرياضي، وكمان المسوق طبعا ده المسوق الحصري
لحقوق الرعاية بالنسبة لحقوق النادي الأهلي في الرعاية. وكمان بأكد تاني على شكرنا للدولة ومؤسساتها الوطنية على الدعم والمساندة المستمرة للرياضة المصرية، سواء الأندية أو الاتحادات أو الرياضة بشكل عام المصرية. كمان مش عايز أنسى شكر زملائي مجلس الإدارة كلهم، كل واحد قايم بيحاول يقوم بدوره على أكمل وجه، وكمان الإدارات التنفيذية والإدارة التنفيذية. طبعا قبل كده، يعني قبل كل شيء وبعد كل شيء، الشكر والحمد لله سبحانه وتعالى. ودايما إن شاء الله نلتقي على خير ونلتقي بسلام بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.